عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد الله من قناة منوعات. النهاردة فيديو جديد خدع بالورق، يلا نبدأ. أول حاجة هنقول له قدامي خطاب كارت بيحفظه كله، هنحطه في نص الورق، حفظه وأجيب كده، هندخليه في نص الورق وهنفنط الكوتشينة. ذاكرتك متأكد؟ ايه خلاص هنروح قلبينه، نجرب حاجة تانية. هاخد شوية كروت وقول لي ستوب، قول لي هو كارتك. لا شوف واحد من دول. طب هنعمل حركة كده، كل الكوتشينة مقلوبة. ذاكرتك.